أهلا بكم. تدمير مبنى بالقرب من مقر القذافي بواسطة صاروخ كروز، ومسؤول رفيع في البنتاغون يقول إن قدرات الدفاع الجوي الليبي أصيبت بأضرار كبيرة جراء الضربات التي وجهها التحالف الدولي، ما أتاح فرض منطقة الحظر الجوي بشكل فعلي. الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى ينتقد قصف التحالف الدولي على ليبيا، مؤكدا أن ما حدث يختلف عن الهدف من الحظر الجوي الذي كنا نريد منه حماية المدنيين وليس قصف مدنيين إضافيين. وزير الدفاع الأمريكي روبرت غيتس يعارض أي ضربة عسكرية تستهدف بشكل مباشر العقيد معمر القذافي، واعتبر أن على الائتلاف احترام قرار مجلس الأمن الدولي الذي سمح باستخدام القوة لحماية المدنيين في ليبيا. القذافي يدعو القيادة الشعبية الاجتماعية إلى تنظيم مسيرة شعبية خضراء تضم عشرات القبائل وتنطلق من كل مناطق ليبيا إلى مدينة بنغازي حاملة أغصان الزيتون. الرئيس اليمني علي عبد الله صالح يقيل الحكومة برئاسة علي محمد مجور ويكلفها تصريف الشؤون العامة العادية ما عدا التعيين والعزل حتى تشكيل الحكومة الجديدة، وذلك بعد تشييع حاشد لضحايا يوم الجمعة الدامي. السلطات الإيرانية تطلب من دبلوماسي بحريني مغادرة إيران ردا على قيام المنامة بطرد دبلوماسي إيراني، ورياض تستنكر الاعتداءات التي تعرضت لها بعثتها الدبلوماسية في إيران، مؤكدة أنها تنتظر الرد الإيراني على احتجاجها قبل النظر في أي خطوات. العاهل البحريني حمد بن عيسى آل خليفة يؤكد إفشال مخطط يحاك ضد بلاده وباقي دول مجلس التعاون الخليجي منذ 30 سنة، وأضاف أن المخطط استهدف البحرين حتى تكون الأرضية جاهزة لذلك، وفي حال نجح هذا المخطط في البحرين فقد يعم دول مجلس التعاون الخليجي. وواشنطن تقول إنه لا يمكن مقارنة الوضع في ليبيا بما حصل في البحرين. الرئيس السوري بشار الأسد يقيل محافظ درعا فيصل كلثوم استجابة لمطالب أهالي المحافظة بعد مواجهات بين متظاهرين وقوات الأمن أوقعت قتيلا على الأقل ونحو 100 جريح أمس الأحد، فيما أحرق المتظاهرون عددا من المباني الحكومية من بينها القصر العدلي ومبنى قديم لحزب البعث وأكثر من 10 سيارات حكومية. 77% من الناخبين المصريين يؤيدون التعديلات الدستورية ويفتحون الباب للانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في أيلول سبتمبر المقبل، ودعوات إلى التظاهر يوم الجمعة المقبل لرفض هذه التعديلات. للتفاصيل زوروا موقعنا القدس.com. طابت أوقاتكم وإلى اللقاء.